يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة اليد مع نظيره المنتخب الدنماركي في 9:30 من مساء الغد في قمة مواجهات المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي ضمن بطولة كأس العالم المقامة في السويد وبولندا. يتنافس منتخب مصر مع نظيره الدنماركي على صدارة المجموعة، حيث يحتاج منتخب الفراعنة المتصدر ب8 نقاط إلى التعادل أو الفوز ضد الدنمارك من أجل ضمان المركز الأول. هذا ومن المقرر أن يلتقي متصدر المجموعة في الدور ربع النهائي من المونديال مع وصيف المجموعة الثانية التي تضم السويد والبرتغال، المجر وأيسلندا، البرازيل وكاب فيردي.